الجمعيه حفلة الرئيس الحي. الكلام ده مهم. انا اجتمعت بالجمعيات الاهليه كلها يا فندم، اجتمعت بالجمعيات الاهليه بتاع امبابه كلها، كانت سيادته موجود. أيوة. قلت لهم في ارقام تليفونات، انتوا هتساعدونا، انتوا العين بتاعتنا هنا في الشارع، اي حد ما يجيلكش او طلب منك حاجه يبلغني انا مباشره. ده حصل كل دول الجمعيات الاهليه. الجمعيه كلها موقع مهم جدا. عايزين صوره ووجهنا ان الجمعيات هي ليها دور مسؤول عن رماني في البركه ولا زمان هو كان السفاره انت وتجيبه.